يد تحمل الكيس والأخرى ترفع النفايات. هذا هو حال هؤلاء المتطوعين الذين قدموا منذ الصباح الباكر لحماية غابة شريعة. هذا المحيط الغابي الذي يصبح خلال هذه الفترة من السنة مهدداً باندلاع حرائق وقودها النفايات البلاستيكية والزجاجية. ما يخفاكمش حنا كي تدخل موسم الاصطياف في بلدية الشريعة يكثر عدد الزوار والسواح للبلدية، سواء الزوار يعني اللي يجي في يقضي اليوم تاعو هنا في البلدية، وإلا اللي عندهم بالك شاليهات ولا مساكن سياحية ويكونوا عندنا. لهذا ارتاء المجلس الشعبي لبلدية الشريعة بتنظيم هذه الحملة التطوعية. من هذه الحملة كان عندنا زوج أهداف، هي الأولى باش نقيو محيط البلدية، والزوجة ما يخفاكمش باللي الزجاج قادر يشعل النار في الـ في الـ في الغابة. لهذا أكدنا باش تكون هذه الحملة، معناتها باش نوصلوا للزوج أهداف تاوعنا. نطلبوا من خاوتنا بالحملة هذه نتاع النظافة، هي عملية وقاية من الحرائق ومن النيران، وهذا المبتغى. وإن شاء الله الصيف يعني ما بقالوش كثير، نحاولوا قدر المستطاع أنه نحميو هذا الوسط تاعنا وهذا البيئة تاعنا. الحملة هذه ليست فقط موعداً للتنظيف، بل للتحسيس والتذكير بأن يد المواطن التي قد تكون سبباً في اشتعال الغابات يمكنها أن تكون وسيلة لحمايتها. أنا كل جمعة عندي 15 يوم طلع الشريعة دي فن نخدمها من ناحية الغابة الكحلة، نقيها هكذا متطوع نشغل عندي قوسطو، ومن بعد نضرب 15 يوم هنا، ومن بعد وين نزيد نطلع الحمدانية، عندي رويسو والحمدانية وهذيك تشريع المنطقة هذه. يجي يحط عنا قهوة ولا يفطر ولا يا خويا يكمل منا، يرفد واش كيما واش خلاه، يرفد معاه يديرو في طونوبيلته، وراه كاين لي ديشارج يحطها ويروح، يخلي الدواء نقية، يجي يصيبها نقية يروح يخليها نقية. أنا اليوم درنا حملة، أنا شو واش خرجنا منا على 3 أيام 4 أيام تعاود تولي أكثر من اللي كانت. شباب اعتاد على ارتياد هذه الأماكن كل أسبوع ومع كل مناسبة، فالتطوع لا يقتصر بالنسبة لهم على تنظيف الغابة ورفع أطنان من النفايات، بل المساهمة أيضا في تجديد الغطاء النباتي عبر حملات التشجير. نغرسو غرسنا سنة غرسنا عام اللي فات، ونتبعو دائما واش نغرسو، نتبعو في الماء نواسي ونكشو عليه وكلش، وإن شاء الله يحافظون عليه باش تكون ان شاء الله ثروه غابيه ان شاء الله. منع التخييم واشعال مواقد الشواء بالغابات بالاضافه الى الحملات التحسيسيه والتطوع لتنظيفها وتجديدها مبادرات من شانها ان تسهم في التقليل من خطر اندلاع الحرائق والمحافظه على الثروه النباتيه.